بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير للجميع، وصباح السعادة الدائمة لكم جميعا في هذا البرنامج قهوة الصباح اللي فيه كثير من الأنشطة، كثير من البرامج الرائعة والجميلة. اليوم موضوعنا نتكلم شوية عن جائحة كورونا. كثير من الأشياء لابد أن ننتبه لها ونحافظ على أنفسنا جميعا. في هناك كثير من الدعم والمساعدة وتقديم الخدمات للمجتمع من خلال اللجنة العليا والحكومة، ولا بد أن نكون واعين في التعامل مع هذه الجائحة بحيث أنه لا ينتشر بشكل كبير جدا، وأن لا نتصرف تصرف عشوائي أو عدم مسؤولية. لابد أن ننتبه. أنتم تعرفوا كم صارت الوفاة؟ وصلنا إلى 136. هذا رقم خطير، يعني لابد أن الإنسان يحافظ على نفسه، والإنسان غالي جدا، وعلينا أن ننظم كل أمورنا ونحافظ على أنفسنا بحيث أنه لابد كل شخص أنه يعني يحافظ على نفسه ويحافظ على أسرته. والآن مش مثل الوقت الماضي، الآن هناك إجراءات لابد الانتباه لها، وأن نكون متباعدين على الأقل مترين، وأن الشخص يرتدي الكمامة، وعلى أن يلبس القفاز، وعلى أن يحافظ على نظافة إيده دائما، وعلينا أن ننتبه. ممكن أن تكون أنت أيضا تتخذ هذه الإجراءات، الله سبحانه وتعالى أيضا يحفظك من كل شر، بحيث أنه تكون دائما في وقاية، وعدم ترك الأمور زي مثل المعتاد. وزارة الصحة ما شاء الله أيضا يعملوا بشكل كبير جدا، والآن طبعا تتزايد الأرقام. نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عمان، وأن يزيل هذه الجائحة بإذن الله تعالى، وأن يحفظ الجميع. اليوم أيضا موضوعنا واللي راح نخبركم عنه هو الصيف. الآن نحن في فترة الصيف، في طبعا كثير من الأمور والإجراءات اللي لابد أن نتخذها، خاصة إذا كنا على الطريق، في كثير من ربما الأخطار من حرارة الشمس، الأمطار أيضا. إحنا كيف راح نتعامل مع هذه الأجواء في هذا الوقت تحديدا؟ هناك كثير من الناس قد يكونوا في الأماكن الرملية، في الجبلية، في الوديان، ولدينا ضيف عضو الجمعية العمانية ذوي الإعاقة السمعية، خالد بن علي الهنائي. ضيفنا نسلم عليه. خالد صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي سلطان، وأشكرك على استضافتي في هذا البرنامج في قهوة الصباح. أهلا وسهلا بك. اليوم موضوعنا عن قيادة المركبة، عن أيضا الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف. هناك إجراءات تتخذها وقائية وتحذيرية عن التعامل مع الطريق في المركبة، كيف ممكن احنا نحافظ على سلامتنا في المركبة، سواء كانت الإطارات أو كل ما يتعلق بالمركبة. وهناك أيضا إجراءات توعوية احنا أيضا لابد أيضا نوصلها لمجتمع أو فئة ذوي الإعاقة السمعية في استخدام المركبة أثناء فترة الصيف. أنت قبل هل كنت تعلم بهذه الإجراءات؟ هل كانت لديك معرفة بكل ما يتعلق بهذه الإجراءات السلامة؟ نعم، قبل حضرت في معهد السلامة المرورية في دورة توعوية في الإجراءات المتبعة في الحفاظ على المركبة السيارة، في تدريب تقريبا عدد مجموعة من الأشخاص الصم في كيفية نفحص المركبة، نفحص على الإطارات، على المكان داخل المركبة، من الأشياء الأساسية من تبديل الآيل، البلكات وما شابه ذلك وغيرها. وبعدين تم تطبيق هذا الدروس النظرية تم تطبيقها عملي، فنجحنا إحنا كأشخاص من الصم هذه الأفراد، فنشكر على هذا المعهد السلامة المرورية على تقديم هذه الدورة. جميل. أنا يعني هذا شيء جيد إنه هناك تدريب يكون على معرفة، ويكون شعور جيد بعد ذلك. ما هو شعورك أنت بعد ما خذت هذه الدورة؟ هل هناك نتيجة؟ هل هناك تحسن؟ نعم، قبل لا أخذ هذه الدورة يعني ما كنت أنا أعرف، ما الرؤية ما واضحة عندي إني كيف أنا أشيك على المركبة، كيف أفحصها فحص تام في المسافات الطويلة. بعد ما أخذت هذه الدورة صار عندي معرفة وتوعية تامة
في كيفية ان انا احفظ على المركبة، على اني اذا في اي حاجة عطل او ما شابه ذلك اقدر اني اكتشفه. طبعا احنا نشكر شرطة عمان السلطانية والتعاون مع بتعاونها مع الجمعية العمانية ذوي الإعاقة السمعية في تنظيم برامج ودورات وايضا كثير من التوعية والدعم التي يقدمها شرطة عمان السلطانية للجمعية. النتيجة اللي حصلت عليها انت كشخص، هل هذه المعرفة قمت ايضا انت بتوعية زملائك اخوانك اصدقائك في المجتمع في التعامل السليم مع المركبة؟ وإيش الإجراءات الأولية اللي أنت لابد أن تحرص على القيام بها قبل قيادتك للمركبة؟ نعم، سؤال ممتاز. نعم، أنا وعيت زملائي اللي من الصم اللي هم يقعوا منهم في أخطاء لابد أنهم ينتبهوا فيها، لابد أنهم يفحصوا المركبة قبل أن لا يذهب إلى أي مشوار. فأول نقطة لابد أن نفحص الإطارات، نشوف الإطارات هل هي مناسبة، هل يحتاج إلى تبديل أو لا، نلقي نظرة سريعة. بعدها نلقي نظرة على الماكينة، هل أن الآيل الزيوت داخل المركبة، البلكات السير اللي داخل هذه الماكينة هل ممتاز، هل في مكان حاجة يعني يسرب منها هذه الآيل أو لا. وبعدها أنا ننطلق لمشوارنا. النقطة الثانية أيضا إذا كان الإطارات مثلا تقريبا أكثر من سنتين ثلاث سنوات لابد أن إحنا نبدل هذه الإطارات، لابد أن نفحصها إذا كنا رايحين لمشوار طويل لكي لا تعطل علينا المركبة في الطريق لا سمح الله. نعم، ايضا بعد ما الاطارات وعلى الماكينه نبدل السيار، نبدل الاطارات كل سنتين او ثلاث سنوات على حسب المشاوير المستهلكه. نعم، ممتاز جدا. لما تقود المركبة في أشخاص من الصم قد يضعوا العطور، قد يضعوا بعض الولاعات، فهذه هل هي عادية أم لابد أن تكون هناك أيضا تعامل جيد مع هذه الأشياء؟ نعم، لابد أن إحنا نفحص المركبة من عبوات العطور، زجاجات العطر، إذا خليناها في المركبة تأثير على حرارة الجو في هذا في فترة الصيف راح ممكن تسبب خطورة على المركبة. أيضا لابد أن إحنا نترك مسافة على النوافذ تكون مفتوحة لكي يدخل الهواء. أيضا الولاعات اللي أيضا لا نتركها في المركبة ممكن تسبب ايضا خطوره، ملطفات الجو ايضا ان هذه خطيره على المركبه. ايضا احنا نترك عبوه ماء انها تكون مفتوحه، انها تكون نص ساعه اساس انها توازن في درجه حراره المركبه. ايضا معقمات الايدي ايضا لا نتركها في المركبه، ايضا كلها احنا نزيلها من هذه المركبه للحفاظ على مركبتنا. ممتاز جدا. أنا طبعا هذا العمل رائع، وأيضا نحن كثير من الأشخاص قد يضعوا كل الاحتياجات الخاصة بجائحة كورونا في المركبة سواء من معقمات أو غيره، فهذه الأشياء كيف ممكن نحن أيضا نتعامل معها؟ هل ننقلها إلى المنزل أو نضعها في المركبة؟ نعم، معقمات الأيادي إذا يكون عندنا في الجيب ممكن، وإحنا بعدها لما نوصل البيت ننزله معنا. الكمام ما مشكلة إن إحنا نتركه أيضا القفازات، بس مهم المعقم يكون معنا. ممتاز، تنظيم رائع، ممتاز جدا. الشيء الآخر بالنسبة للسامعين إنهم يسمعون مثلا إذا كان متجهين إلى مكان معين صار عندهم انفجار في الإطار يسمعوا، لكن أنتم كأصوم كيف تنتبهوا إلى أنه هناك خطورة أو حدث معين حدث في المركبة؟ كيف أنتم تعلمون أو تتعاملون مع هذه الحالات؟ الحمد لله رب العالمين، يعني هذا انه الله سبحانه وتعالى اعطانا هذه، احنا نقدر نحس على انه في خطوره او ما شابه ذلك، في احساس يعني من معهد السلامة المرورية دربونا على كيفيه احنا نقدر نكشف الخطا عن طريق الاهتزاز او ما شابه ذلك، او ايضا الحين الاتصال المرئي عن طريق ساين بوك ايضا في الحالات الطارئه.
هذه افكار جميله جدا، بحيث ان احنا ايضا نتوقف على جانب الطريق، وايضا نتواصل مع المركز الاتصال في ساينبوك بحيث ان احنا نتواصل مع الشرطه اذا كانت هناك طلب للنجده او غيره. ايضا هناك كثير من الاجراءات، والحمد لله سبحان الله هذا شيء جميل بانه ان احنا كاشخاص صم قادرين على التعامل مع كل الامور المتعلقه بنا، وهذا لا ينقص منا شيء يعني، وان احنا ايضا نواصل حياتنا بشكل طبيعي. بالنسبة للأشياء الأخرى، بالنسبة لكثير من الأشخاص يسألون عملية المحافظة، الأخطار، الحرارة، فبعض الصم قد يكون ما عنده الفكرة التامة كيف المحافظة. فكثير من الصم، كيف تشاهد أنت بالنسبة للصم ومع السامعين؟ نعم، الأشخاص الصم الحمد لله رب العالمين معظمهم أنهم عندهم معرفة في كيفية أنه الحفاظ على مركبتهم، كيفية أن تجنب المواد الخطرة والضارة، عدم تركها في المركبة، أيضا في كيفية فحص المركبة من خلال الماكينة، الإطارات وما شابه ذلك للمسافات الطويلة في فترة الصيف. طبعا في الأخير، طبعا هذا إن شاء الله الله يحفظ الجميع من كل شر، وطبعا سهلت لنا الطريق وأعطيتنا كل الإجراءات الوقائية متعلقة بالمركبة. في الأخيرة، الكلمة الأخيرة اللي أحب ومهمة جدا أنها ترسلها للجميع بحيث أنهم يكونوا على وعي ومعرفة، أيضا كل الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للدفاع المدني. نعم، أنا عندي رسالة أو كلمة بسيطة من الجهات المسؤولة، الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، أنهم ينشروا برسائل توعوية في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لا تصل للأشخاص الصم، لابد أنها أيضا تحول للغات إشارة، أيضا تكثيف من الدورات والورش العمل للأشخاص الصم. العدد كبير هنا متواجد في السلطنة، أنا وحدي لا، أيضا زملائي من الأشخاص الصم بعضهم توصل لهم المعلومة، بعضهم لم تصل لهم المعلومة، فأطلب منهم أنه يتم أيضا تحويلها للغة إشارة. ممتاز جدا، طبعا نشكرك الأخ خالد، شكرا جزيلا لك. أشكرك أخ سلطان على استضافتي بهذا البرنامج مرة ثانية. طبعا نحن الحديث اللي تفضل فيه هذا مهم جدا للجميع، وعلى الجميع أنه ينتبه لهم، وأيضا ننشر هذه الإجراءات. طبعا هذه الإجراءات لابد أن تصل بشكل متساوي للسامعين والصم كذلك، بحيث أنه الكل يعي ويعرف كيف يتعامل مع هذه الإجراءات، ويكون هناك تعاون، ويكون هناك أيضا خدمات مختلفة سواء تقنية وغيرها متساوية مع السامعين، بحيث أنه نحن كلنا نكون على وعي ومعرفة. وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى في موضوع آخر، وإلى اللقاء.